بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كنا نتحدث عن الكذب باعتبار أنه مظهر للشر الذي لا بد للمؤمن من أن يجتنب عنه، ولكن وقد بينا أيضا أن هناك أكثر من حديث بأنه لا يكذب الكاذب أو الكذاب وهو مؤمن، بمعنى أن الإنسان إذا كان كذابا فقد خرج من الإيمان، لأن الإيمان يمثل الالتزام بالحق، والكذب يمثل الخضوع للباطل، ولا يجتمع الحق والباطل في وجدان إنسان وفي سلوكه. وهناك نوع من الكذب يعتبر من أخطر أنواع الكذب، وهو ما يتصل بحقوق الناس وبالقضايا التي يختلف الناس فيها في حقوقهم على بعضهم البعض، وهي التي تسمى أو وهو الذي يسمى بشهادة الزور، بأن يشهد الإنسان بالباطل على قضية من القضايا، لأن المدعي كان قريبا له أو صديقا له أو صاحب مصلحة عنده، أو أنه يدفع إليه مالا في مقابل شهادته، ف ينطلق الإنسان ليشهد للباطل بالباطل ليؤكد الباطل الذي يدعيه المدعي، وهذه من الكبائر التي أكد الله على المؤمنين أن لهم لا يتصفون بها، والذين لا يشهدون الزور. وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين شهادة الزور أو قول الزور
وبين الالتزام بالأوثان، وذلك قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، لأن هذه الشهادة بالكذب وبالباطل تؤدي إلى ضياع حقوق الناس، وخصوصاً عندما يكون ظاهر هذا الشخص الشاهد بحسب الواقع الاجتماعي يوحي بأنه إنسان موثوق في كلامه، لأن الناس لا تعرف باطنه ولا تعرف سره، وبذلك ربما يضمن هذا الشاهد إذا شهد بالباطل وحكم القاضي بمقتضى شهادته فإنه يضمن كل خسارة للمدعى عليه الذي ضاع حقه بسبب شهادته. وقد ورد بأن شهادة الزور تدع الديار بلاقع، يعني تؤثر في حياة الإنسان وفي حياة من يتعلق به. وعلى ضوء هذا فلا بد للإنسان من أن يخاف الله في ذلك ويمتنع عن شهادة الزور، لأنه ينال بذلك غضب الله وسخطه، وربما يؤدي به إلى نار جهنم إلا أن يتوب أو يتسامح من الذي شهد عليه بغير الحق. وربما تتحرك هذه الشهادة بالزور في القضايا السياسية، عندما يشهد إنسان لإنسان آخر بأن شخصا ما يصلح للقيادة وهو غير صالح لها، أو أن يشهد بأنه صالح لمرجعية الفتوى وهو ليس صالحا لها لاعتبارات اجتماعية أو لاعتبارات سياسية، أو يشهد بعدالة شخص يؤدي الجمعة والجماعة وهو ليس بعدل، وهكذا ربما يشهد الإنسان على أمر يتصل بالعقيدة بحيث يشهد لمصلحة العقيدة الباطلة ضد العقيدة الحقة،
وهذا ما كان يحدث في الماضي وقد يحدث في الحاضر عندما ينطلق المؤرخون لينقلوا بعض القصص أو بعض الفضائل أو بعض الأحداث التي لا واقع لها، فيبادر هذا الإنسان ليشهد بأن هذه ترتبط بالواقع ليثق الناس بذلك. وقد لاحظنا أن الكثيرين ممن التزموا بعض أحداث التاريخ أو بعض شخصيات التاريخ انطلاقاً من شهادة بعض الأشخاص الذين يعتبرونهم الناس موثوقين في مفهم قضايا التاريخ، سواء كان في الأمور التي توحي بالاتباع أو بالتعظيم أو بالقداسة. ولكن هناك، وهكذا أيضاً عندما يتصل الأمر بقضايا الأمن فإنهم يتحملون مسؤولية كل ما يحدث بسبب أخبارهم الكاذبة عندما تتحول المسألة إلى خطر على الناس. وهذا ما لاحظناه في أحداث غزة عندما أوحت بعض الدول العربية المتصالحة مع إسرائيل للفلسطينيين بأنهم لن يواجهوا عدواناً إسرائيلياً ليأمنوا وحتى لا يستعدوا لمواجهة العدو، ولكن إسرائيل باتفاقها مع الدولة العربية كانت تخطط لهجوم مباغت ولهجوم مفاجئ حتى يكون العدوان على الشعب الفلسطيني أو على المجاهدين حتى يكون بحيث من دون حتى يكون وهم في غفلة من أمرهم. وهذا ما حدث في غزة، وقتل الكثير من الأبرياء ومن الأطفال ومن المجاهدين الذين لم يكونوا على استعداد في تلك المواجهة. وهكذا قد تنطلق بعض القضايا في الواقع السياسة الإقليمية والدولية
التي تحاول أن تجعل الناس في غفلة من أمرهم، إنهم الذين يشهدون مثل هذه الشهادة الكاذبة يواجهون المسؤولية المادية والمعنوية أمام الله سبحانه وتعالى. وهناك حالة من الحالات التي يستحب الكذب فيها، وهي حالة الإصلاح بين الناس، كما لو كان هناك خلاف بين شخص وآخر وبين جماعة وأخرى، وكان الصلح بينهما يفرض على الناس أو على المصلحين أن يكذبوا، فيأتون إلى هذا الفريق ليقولوا إن الفريق الثاني قد تحدث عنك بخير وأنه يرى أن الحق لك، وهو لم يتحدث ولم يرى ذلك. ثم يأتون إلى الفريق الثاني ليحدثوه بمثل ذلك عن ذلك الفريق، ليكون ذلك من وسائل الإصلاح بين الفريقين، فإن الإنسان يثاب على ذلك. وقد أخرج بعض أئمة أهل البيت في حديثه هذه المسألة عن مسألة الصدق والكذب، فورد عن أحد الأئمة عليهم السلام الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس. وربما يكون الكذب واجباً، وذلك إذا كان الإنسان أسيراً عند العدو أو سجيناً في سجونه، وطلب منه العدو أن يتحدث عن أسرار المؤمنين أو عن أسرار دولته في أوضاعها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، حتى يستفيد العدو من ذلك، وحتى يستغل تلك المعلومات للإضرار بالمجتمع أو للعدوان على الأمة، فإنه في هذه الحالة يجب على الإنسان أن يكذب وأن لا يستجيب للعدو أو لمحققي المخابرات لفضح أسرار أمته أو أسرار دولته أو مجتمعه، بل يجب عليه أن يكذب حتى لو طلب منه هذا العدو أن يحلف بالله كاذباً،
فإنه يثاب في هذه الحالة على ذلك، لأن الكذب إنما حرم من جهة ما يترتب عليه من المفاسد ومن المضار على الشخص أو على المجتمع، فإذا كان فيه مصلحة للشخص أو للمجتمع فإنه لا يكون حراماً بل يكون جائزاً وقد يكون واجباً في المعنى. وعلى الإنسان أن يدقق في هذه الأمور حتى لا يخلط بينها ليضيع بين الحلال والحرام. والحمد لله رب العالمين.